الدقيقتين بالظبط يا جماعة خاصين بالطماطم، يعني كل اللي هتحتاج تعرف على الطماطم هتعرفهم في الفيديو ده. تمام، طيب اولا كده يا جماعة سعر الطماطم بتبدأ من 45 الى 80 الى 100 جنيه اعلى وانضف حاجة. دعمكم يا جماعة بلايك للفيديو، ولو فيها متابع جديد ما ينساش يشترك في القناة ويفعل الجرس ليصلك كل جديد. اشترك في القناة بالضغط على كلمة اشتراك باللون الاحمر اسفل الفيديو. تابع الفيديو. ده طبعا سعر العداية في الجملة، ووزن العداية يا جماعة 20 كيلو. طبعا في عدايات كبيرة بتصل ل25 و30، فدي سعرها بمرتفع حاجة بسيطة جدا. يعني كده انخفاض تام في اسعار الطماطم، يعني المفروض في التجزئة اللي 3 كيلو يبقى ب10 جنيه. طيب حاليا بيتباع في التجزئة تمام كيلو ونص ب10 جنيه، وفي اللي بيبيع الكيلو ب5 جنيه. طيب ايه السبب ان الطماطم انخفضت يا جماعة؟ سبب ان الطماطم انخفضت طبعا يعني درجة الحرارة المرتفعة. طبعا درجة الحرارة طالما ارتفعت الطماطم دي بتستوي كلها، فالجمع كتير. فطالما ان درجة الحرارة مرتفعة اعرف تماما ان الطماطم استحالة سعرها يرتفع. الطماطم يا جماعة استحالة سعرها يرتفع. فخلاص يعني موضوع غلاء الطماطم مرة اخرى والكلام ده كله ان شاء الله مش هتلاقوه تاني باذن الله، يعني هتلاقي الطماطم طبعا في متناول الجميع. وقلنا قبل كده يا جماعة ان الخضار عامة بيتعلق بالحالة الجوية. طالما الجو حر والطقس كويس ومعرفش ايه والكلام ده كله، الخضار بيبقى سعره في النازل. اما في الشتاء طبعا الصوب ومعرفش ايه والكلام ده كله، فالجمع بيبقى قليل، انما الحر بيخلي الخضار يستوي بسرعة والجمع بيبقى كتير ومحصول الخضار بيبقى كتير في سوق العبور، فطبعا ده يخلي سعره ينخفض. شكرا ليكم، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، ولو فيها متابع جديد اول مرة يشوفنا ما ينساش يشترك في القناة بالضغط على كلمة اشتراك باللون الاحمر اسفل الفيديو وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد.